السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يكون حول الإصلاح والتنظيف ديال هذا الدولاب أو الخزانة، حنايا تنقولوا له ماريو، كل واحد كيفاش يسميه. كما قلت غادي ننظفوه في المرحلة الأولى، راه بعد ما درنا له المبيد الحشري، لأن هذا دولاب اللي شريته قديم وغادي نستخدمه في البيت ديال السطح للتخزين، مثلا الاحذيه ديال الشتاء وقت الصيف او اشياء من هذا القبيل. درت له المبيد الحشري، دابا غادي نشرع في التنظيف ديالو وندير له هنايا لداخل واحد الرف او طابق اضافي، وغادي نصلح له هاد القاعده ديالو او هذا اللي تنقولوا له السوكل، غادي ندعمو وغادي ندير فيه واحد لي بونيز كبارين دبابيس من الحجم الكبير باش يسهل عليا التنقيل ديالو او التحريك ديالو بالدفع. اول حاجه هو غادي نشوف ناخذ القياسات ونشوف الضرر اللي كاين. فهنايا هاد لازوراي راه مهرس هنايا، وهذا الشيء اللي بان ليا بان لي ان حتى التدعيم ديالو ما غاديش يحتاج شي مجهود اللي هو كبير. غادي نديرو له غير واحد الخشبه من التحت هكا، طول 90 سنتيم، دونك غندير واحد الخشبه ديال 90 سنتيم هنايا. ومن الداخل راني شفتو غادي في هاد القاعده التحتانيه غادي ندير ليه جوج طراف ديال لازوراي باش يدعموه. وهنا غادي ندير هاد الدبابيس الكبار، قلت غادي ندير دبابيس كبار، غادي نديرهم هنايا باش يمكننا ننقلوه بالجر. الدور ديال هاد الدبابيس ماشي فقط المساعدة على تنقيله بواسطة الجر، ولكن ايضا الحمايه ديالو من الرطوبه، ان بعض المرات تنضطروا نديروا شويه ديال الماء في الارض وهذاك الماء تيمتصوا الخشب. ولتعزيز هذه المساله راني غادي ندير شويه ديال الصباغه في هاد السوكل هذا، في هاد الدعامه التحتانيه ديالو. لتدعيم القاعده ديال هاد الخزانه قررت انه غادي نقطع، هاني بديت بعدا غادي نقطع واحد الطرف ديال لازوراي، وغادي ندير بلانشا او خشبه من هنا لتحت لتعزيز هاد السوكل هذا. دابا هاني نقصت هاد الجنب هذا، هاني نقصته، وان كان جاني صعيب في التحت، انا خدام بوحدي ما تيمكنليش نعاود نقلبو، ولكن من اللور ما عليش. والمهم هنا نقصتو غير بالمنشار، والان غادي ندخل الورشه باش غادي ناخذ العبار ونقطع هاد الخشبه اللي غادي تدعم هاد السوكل. القاعده ديال هاد الخزانه هاني دعمتها بهاد الخشبه اللي درت لها من اللور ولصقتها بطبيعة الحال بالمسامير والكولا والغراء. القاعدة ديال الخزانة ديالنا هي عززتها كما تيظهر، وعززتها حتى من التحت، لأن عندها هذاك التحتاني غير ديال لازوراي، وجيستومون كان مشرق شوية وقديتو ودرت له هاد التدعيم هذا. مسحته قدر الامكان بالوايت سبيريت هذاك ديال باش يخلطوا الصباغه،
حتى من القدام، ولكن مازال في هاد الدفة هادي راها مزاقلة، مازال تيظهر لي ندير ليه واحد لاكوش ديال الفيرني الا شتها مازال عندي. سينو هذا راه غير غادي ندير فيه غير الكرابيج في السطح، ماشي زعما شي حاجة اللي هذا. وهذا هادي هي الحالة ديالو. شنو اللي بقالو؟ بقالوا الأقفال، أنه خصهم يتقادوا الأقفال، خصهم يترجلوا مزيان. نشوف له ندير لهم الزيت ولا نشوف هذا. وهاد الجهة هادي غادي نزيد فيها واحد ليطاج، هما كانوا دايرين هكا ديال التعلاق د الحوايج، بما أنه أنا غادي ندير فيه غير تخزين الحوايج اللي ما عندي ما ندير بهم في السطح، نديرهم في البيت ديال السطح. دونك غادي نزيد له واحد ليطاج. فوالا ها هو كامل، نرى عامة ديالو واقف كامل. البلاكار ها هو سالا، هي سالات، راني درت لها هذاك الرف ونظفتو، ها هو الان ناضي. حتى القفل درت ليه ساروت جديد وزيتو ولا مزيان. دابا عندو جوج ديال السويرتات، والكلفة ديال هاد الإصلاح والو، لأن الخشيبات اللي خدمت كانوا عندي في لاتوليي ومسامرات. وهذا وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.